السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم مسلم ورجعت لكم فيديو جديد، وده الفيديو المفاجأة اللي قلت لكم عليه يا جماعة. طبعا اخترت واحد من متابعيني وشحنت له 5000 جوهرة، وصلوا 4500 زي ما انتم شايفين كده، وهنحرق له متجر التخفيضات ونجيب له شخصية ألوك، وزي ما انتم شايفين جاله التوب أب من شوية، أنا لسه شاحن له حالا التلجة الجديدة بتاعة التوب أب، فده شيء كويس جدا. التلج الصراحة شكلها فخم، حاجة تانية خالص. وزي ما انتم شايفين كده عملناها له، هنروح على متجر التخفيضات نشوف نسبة الحظ عنده قد ايه. هو فين متجر التخفيضات؟ اهوت، تعالى يا حبيبي تعالى هنحرقك، تعالى. نسبة الحظ ما شاء الله عنده 80%، انا عندي كانت 60%، تحس ان الشركة مستقصداني. بنت اللذين، هنجيب 30 طبعا من بطاقات الحاضنة، نجيب 30 كويس زي ما انتوا شايفين كده. السكن فتح، ونشوف هنجيب له ايه تاني. نجيب له رقصة النعامة، ده حاجة كويسة جدا. وراحوا الفايكنج، الشنطة دي كويسة حلوة اوي جدا يا جماعة، وكانت نادرة. هنجيب له شخصية استيفاني، ماشي معاه. طبعا هنحرق المتجر كل فترة ان شاء الله يا جماعة، اختار واحد كده احرق له جواهر، احرقها له على اي حاجة يعني. الفيديوهات الجاية نار، انا عايز تفاعل نار علشان اعمل لكم اللي انتوا عايزينه. طبعا هنشتري الشخصية، نشوف هنجيب له ايه تاني. تعال نشوف الشخصية الاول قبل ما نحرق المتجر، ولا تعال نبدل تبديل. نجيب له طبعا الفاير باس، مش معاه طبعا. تعال نشوف الشخصية السكن اللي جاله، الباقة. اوه ده اسمه ده اللي هو برمائي، سكن برمائي. وطبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعة السكن اسطوري. ونرجع طبعا نشوف له الفاير باس، فتحناه ونحصل على كل شيء. طبعا شخصية السكن البنت بلاك رويال كاتالينجو، والله ايوه السكن التلج الجديد. طبعا هنرجع تاني لمتجر التخفيضات، طبعا زي ما انتم شايفين كده هنحاول نجيب له نحرق له شوية حاجات برضو من هنا. بعد ما جبنا الفار باس بنفكر نشتري له الشوت جان الناري، نجيب له ال20، نحاول نجيب له الشوت جان، نجيب له الشنطة، نجيب له الجاكيت الجميل ده. وطبعا هو معهوش ام ب40 حلوة خالص، فهنحاول نجيب له واحد هات برضو 20. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، زي ما قلت لكم هختار شخص احرق له جواهر كتيره جدا كل فتره. وهنعمل الصح يعني مع المتابعين، بس اهم حاجه نلاقي تفاعل. تعالى نشوف بقى، نكمل مع بعض. طبعا هنحرق له الحاضنه، معاه 7 ذهبيات يعني ممكن نجيب له سكنات حلو. اول 5 لفات، واه حظ نحس. متابع نحس الشخص ده. اه تمام، كويس جدا. ثانية يا جماعة نعمل رمز للفريق علشان محدش يقعد يبعت لنا ويعطلنا عن الفيديو. أظن طبعا فيديو أسطوري. لا 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 لا، أظن قناع 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 جميلة، قناع قناع يا رب، قناع يا رب.
يا رب يا رب كمان يا رب. عايزين قناع واحد بس حتى يا رب كمان. هلا هلا يا كافي، هلا. كيفك؟ ايه اللي جاب ده هنا؟ ايه اللي جابه هنا؟ طلعت لي يعني عامل رمز للفريق. يا رب يا رب كنا يا رب يا رب. عايزين قناع واحد بس، قناع واحد نجيب له السكين التاني. يا رب يا رب يا رب كنا. يعني مش عايزها مش عايزها، عايزين قناع واحد بس. شكل صاحب الاكونت هيزعل مني او يحس ان انا حظنا اللي نحت. مش هنفقد الامل لسه، ان شاء الله تكون عادي. لف بقى لفات عادية. يا رب القناع يجي يا رب يا ربي. رفع القناع يا رب، القناع يجي يا رب يا رب. الحاجات دي مش بحبها خالص، لو يحطوا بدلها جو اس تانية يبقى أفضل. يا لفة خمسة يا رب القناع يجي يا رب. ارفع القناع على القناع على القناع على أي قناع أي قناع. يا رب يا رب قناع. آخر 10 لفات طبعا مش هينفع ألف بجواهر، هسيب له الجواهر دول طبعا نشتري بيهم الفار بسات اللي جاي ان شاء الله، لانه مش بيسخن اصلا. قناع قناع اخر لفة قناع. الحمد لله قناع. يا رب يا رب اقنع كمان. انا طماع انا طماع. يا رب اقنع كمان يا رب. 2 ذهبية يا رب على الحظ. حظ زفت. لا حظ حظ برنس والله يا جماعة. نجيب له السكن دلوقتي. تعال طبعا نفتح الشوت جن الناري. يا رب الشوت جن يجيله يا رب. نفتح 10 باكجات مرة واحدة يا رب. الحظ النحس ده يا رب يا رب يجيله. هنفتح 9 مرة واحدة يا رب. مجاش يا رب. يجيله الام ب40 يا رب يا رب يجيله يا رب. يقولوا اني ب40 يا رب يا رب. حظك نحس حظك نحس. طبعا ده سكن الفار بس زي ما انتم شايفين كده. وهنجيب له طبعا سكن الحاضنة. فين نخش على اللاك رويال زي ما انتم شايفين. شوف السكنات ده كان محتاج 3، كنت عايز اجيبهوله. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. هنشحن نجيب له ده السكن التاني، ولا مش عارف اسيبه هو يمكن يحرق جواهر، يجيبه هو ولا يعني يعمل اللي هو عايزه. يعني لو كنت لحقت التوب اب امبارح كنت ممكن اجيب السكن الاول ده، كان هيبقى حاجة اسطورية والله. بص احنا هنسيبه له يعمل اللي هو عايزه. فطبعا يا جماعة ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتبقى كويسة جدا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. طبعا دي الشنط اللي احنا جبناها له زي ما انتم شايفين كده. والشوت جون الناري 45 يوم 45 يوم حاجة اسطورية. يعني هو يعتبر مش دائم قوي، يعني هيخلص بعد فترة. والام ب40 41 يوم يعني حاجة كويسة. بس الشوت جون الناري طبعا اسطوري. فما تنساش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم ان شاء الله كل الفيديوهات الجديدة. وقالوا العربية تعال نشوف الرقصة، رقصة النعامة هي فين؟ ايوه هي دي. تعال نزودها له هنا. الرقصة دي اصلا كانت مجانية فتعال نزودها له هنا.
زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى ما اكونش طولت عليكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ونشوفكم الفيديو القادم ان شاء الله.